أنهت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان استعداداتها لتفعيل بطاقة البيومتري التي تشمل جميع المواطنين القاطنين في الإقليم ومن ضمنهم النازحين، إذ أرسل 37 فريقا إلى مخيمات النزوح و12 فريقا آخر لزيارة المؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد. المرحلة هي تحديث بيانات الناخبين، ولدى مكتب انتخابات أربيل 53 مركز تسجيل منتشرة على عموم المحافظة و12 فريق جوال لزيارة الدوائر الحكومية، طلبة الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأخرى، وكذلك عندنا مواليد مضافة هذه السنة اللي هي 2001 2002 2003. أيضا مكتب انتخابات أربيل من ضمن هذه 53 مركز تسجيل عندنا 13 مركز تسجيل لتسجيل النازحين في عموم محافظة أربيل، وأيضا 37 فريق جوال يزورون المخيمات وأيضا أماكن تواجد النازحين. وأعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان البدء بمرحلة تحديث سجل الناخبين في المحافظات، مشيرا أن فترة تحديث سجل الناخبين تستمر لمدة شهر واحد، داعيا في الوقت نفسه الناخبين إلى مراجعة مراكز تسجيل في عموم المحافظات. كما دعت المفوضية العليا المواطنين لضرورة الإسراع في تحديث بطاقاتهم وعدم السماح لفئات لم تسمها باستغلال ظروفهم المعيشية الصعبة والتلاعب بأصواتهم. عملية تحديث البيومتري بدأ اليوم 2/1 ويكون لمدة 30 يوم لحد 2/2/2021، وهناك فترة عرس واعتراس التي تقوم بعد هذا الفترة لمدة 5 أيام. جدول الزمني انتخابات بدأت وإحنا نمشي على جدول الزمني، وهناك بالنسبة كمؤسسة انتخابات إحنا حاضرين لإداء عملنا. وتواصل مفوضية الانتخاب في إقليم كردستان عملها بتحديث سجلات الناخبين بهدف إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من المقرر إجراؤها منتصف العام الحالي. وأعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات أنها أنهت تحديث السجلات الانتخابية لنحو 53% من الناخبين، مؤكدا وجود فرقا جوالة لتحديث سجلات الناخبين في عموم محافظات الإقليم. من أربيل، رياض الزبيدي، اليوم.